الدكتور مصطفى الوداري اخصائي في الطب الباطني وطب المسنين. غير المعلومه انه هذا الفيروس هو يصيب اكثر الناس المتقدمين في السن، هما اللي كيتصابوا اكثر، هما اللي كيكونوا اكثر عرضه للمشاكل الصحيه والوفيات اكثر من الاطفال، لان الاطفال باقي عندهم مناعه فاقل من الناس الكبار. لكن هذه الحاله هذه ممكن ناخذ مجموعه ديال الاحتياطات، انه الطفل في ماما تشري ليه واحد كتكون واحد السوليسيون، واحد الماده هيدرو الكوليك كتسمى، كتكون في الجيب، ممكن تعلموا انه كيفاش يعقم يده من يسلم على شي حد او من يكون شي حقيقه شي حاجه يعقم اليدين ديالو. كذلك بالناس بصفه عامه ما كاينش ما احسن غسل الماء، غسل اليدين بالماء والصابون احسن ما كاين. هو الانسان بصير غسل يده قبل من يسلم على شي حد او قبل ما ياكل، او دائما يغسل يده بالماء والصابون، وتكون داك لا سوليسيون هيدروكول من المفروض خاصها تكون متوفره في جميع الاماكن العموميه، ما غالياش في الاماكن في مكان العمل او في اي مكان لقاوها باش نقدروا نعقموا اليدين ديالنا.